جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة، لا هو مع الجهمية ولا هو مع أهل السنة، فقالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس الإلهية، القائم بالنفس الإلهية، وأما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فهو اللي معنى القرآن الذي معنى مخلوق، لأنه عبر به محمد أو جبريل عن كلام الله، والله لا يتكلم، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات، جمعوا متناقضات لم يقل بها أحد غيرهم، فجعلوا القرآن بعضه كلام الله وهو المعنى النفسي، وألفاظه مخلوقة، معناه يقولون معنى القرآن غير مخلوق، أما ألفاظه وكتابته هي مخلوقة، فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو كلام الله وإنما هو كلام محمد أو جبريل وهو مخلوق، أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فهو ليس كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. حكاية هذا قول الأشاعرة، وعبارة هذا قول الماتريدية، كلهم يقولون إنه ليس كلام الله لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقط. فالقرآن بعضه إلهي وبعضه بشري، مثل مقالة النصارى في عيسى، اتحد اللاهوت بالناسوت، فعيسى بعضه من الله وبعضه مخلوق، فكذلك قول الأشاعرة يشبه قول النصارى في المسيح، بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، تناقضات والعياذ. وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط أبدا، هذه قاعدة، أن من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط والكلام الغريب، يريد أن يتخلص من هذه الورطة التي وقع فيها، وهو يقع في أشد منها. أما من التزم بالحق فهو ولله الحمد على بينة وعلى بصيرة، وأهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.